الله أكبر الله أكبر، يتبعها أمين أسوار قيود زنازين. الله أكبر يتبعها صوت الأقصى الحزين، قد رفعت أعلام الصهاينة المحتلين. ذات يوم سمي يوم توحيد القدس، ذات يوم عقيم سقيم أليم. إن جئت يوم الجمعة للصلاة أوقفني أحد جنودهم قائلا: أين تذهب؟ أخاف أن أرد عليه في الصلاة في المسجد الأقصى فيضربني ويقول لي: اخرس اخرس، هذا ليس بأقصاكم، هذا الهيكل المزعوم ليس بمسجد لكم يا مسلمين. أستغيث بكم يا عرب، أيعجبكم حال القدس والأقصى، حال السجين والأسرى؟ فبربكم جاوبوني، كيف أضحك والأقصى حزين؟ كيف أضحك وهو يصرخ بأنين من أجل ضمير أمتي؟ أنتم فلسطين، كيف أضحك وهو يدنس في كل حين وحين؟ آهن يا جدران الأقصى الأسير، يطفونك المستعمرين. الله أكبر، الله أكبر مني ومنكم، وعلى كل المعتدين. اليوم السابع انتوا يعني استمعتوا لقصيدة فلسطين من الطالبة سما السيد من قرية صفت الحنة. هي بسم الله ما شاء الله يعني أولى محافظة الشرقية في مسابقة الشعر، وكمان ثالث الجمهورية في مسابقة إلقاء الشعر اللي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في 2023. برحب بيكي يا سما على اليوم السابع، وبسم الله ما شاء الله على موهبتك في الشعر. انت بدأتي امتى تعرفي ان انت موهوبة كده في إلقاء الشعر؟ من وانا عندي مثلا 6 7 سنين، كنت في ابتدائي كنت بشوف اختي بتطلع شعر فحبيت ان اقلدها، فاول ما قلدتها لقيت نفسي ان انا موهوبة في الشعر، فطلعت بدأت بقى في برنامج الاذاعي وبدأت ان انا اطلع مسابقات في المدارس، لغاية لما الاستاذ مصطفى برئاسة الحاج وليد يعني في مركز الشباب بدأوا انهم ينزلوا المدارس والمعاهد يكتشفوا المواهب عشان يدخلوا مركز الشباب ويعملوا أنشطة كتيرة في مركز الشباب. فإيجوا مع المدير وقالوا مين الموهوب ومين اللي عايز يشترك، رفعنا ايدينا واللي حابب بينزل ويكتشفوا الموهبة وبيشوفوا مين الأحسن وبيختاروا. يعني انت المدرسة اللي رشحتك ان انت تشترك هنا مركز شباب، احنا قلنا مركز شباب صفت الحنة مركز ابو حماد. طيب كلمينا بقى مركز الشباب يعني ساهم ازاي في تنمية موهبتك؟ احنا اول ما جيت هنا لمركز الشباب انا كنت طبعا ما بعملش برامج، كنت طبعا ما بطلعش مسابقات زي ما مركز الشباب خلاني انتشر اكتر. انزلنا هنا في مركز الشباب وعملنا برنامج فوازير رمضان، كنت بقدمه وكنا بننزل الشوارع في رمضان وبنسأل الناس ونعرفهم اكتر في دينهم، واللي بيكسب ياخد معانا جايزة. يعني انت ابتديتي الاول هيك يعني نشاط اجتماعي، وفي نفس الوقت كمان بتقدمي الشعر والقاء الشعر. اتأهلت ازاي بقى لمسابقة اولى الشرقية وتالت الجمهورية؟ بدأنا كنا هنا في مركز الشباب، كنت اني بحاول اتدرب اكتر، بحاول اني احافظ على صوتي، اشرب حاجات سخنة، والاستاذ مصطفى والاستاذة اسيا الخطيب بيقعدوا معايا ويعرفوني ازاي طبقات صوتي ويدربوني اكتر ويشوفوا من يعني ايه الاحسن ليا عشان اعمله. طيب كلمينا يعني انت الشعر لما ابتدى عندك الموهبه كنت بتحبي تقري مين وتقولي قصايد لمين من الشعراء؟ كان في كثير من الشعراء بحبهم مثل محمد عبد المطلب، فاروق جويده، احمد شوقي، امير الشعراء. طبعا ايه اكتر قصيدة انت بتحبي يعني بتحس انها ايه انت بتطلعي كل مشاعرك فيها؟ هي قصيدة عن الام. طب سمعينا كده جزء منها. اغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، وقال اتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى واغمد خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر. لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر إذا عثر. نداه قلب أمي وهو معفر، هو الذي حبيبي هل أصاب
محنوبه، غضب السماء على الولد قد انهمر، فاستسل خنجره ليطعن نفسه طعنا ويكون عبرة لمن اعتبر. نداه قلب أمي كف يدا كف يدا، ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. فكيف ذلك، فكيف ذلك وأنا قطعة من جسدها ونبض من فؤادها؟ أنا لا أكون لولاها، والله ولا أنعم بالحياة بلاها. أنا سر وجودي كيانها وتوفيقي يكون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان. أمي أمي يا بسمة ثغري وفرحة عيني، يا باقة زهري وقصيدة شعري، آهٍ آهٍ يا أمي كم عانيت، كم تألمت وكم شقيت، لا أعرف كيف أوافيك وبأي عبارات أهاديك. أركع لك حبا وقبل يديك عشقا، أصلي لأجل فضلا، فسامحيني فسامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجزة عن الكلام، فأنا عاجزة عن الكلام. كده عن الدراسة وازاي بتوفقي بين الشعر والدراسة. الحمد لله ان ربنا مدينا موهبة ودايما مدينا برضو تفوق. انا الحمد لله دايما كنت بطلع الاولى في دراستي، وانا دلوقتي في تانية اعدادي الحمد لله على مدار 13 سنة دايما الاولى ومتفوقة الحمد لله. برضو طلع الطالبة المثالية في سنة 6، وبرضو المركز الشباب ما كانش له اي تأثير على دراستي، بل بالعكس كان برضو بيزود طاقتنا للدراسة، وكان بيخلينا ازاي نتفوق في دراستنا اكتر، كان بيحفزنا اكتر، وكان دايما بيحط لنا المواعيد الدراسة والنشاط بتاعنا، عشان كده كنا بنوفق بين الدراسة وبين النشاط. كلمينا بقى عن نشاطك بقى على موقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك. انا نشاطي على موقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة مركز شباب صفت الحنة تحت رئاسة المحاسب وليد درويش. يعني كلمينا عنه، بتعملي ايه في الصفحة وكده؟ حاجات كتير، يعني مثلا احنا نزلنا في الشوارع زي ما قلت لحضرتك، الاستاذ وليد رئيس مجلس اداره مركز شباب صفت الحنه اقترح الفكره ان احنا ننزل الشوارع ونعرف اكتر لاهالي قريتنا الحبيبه قريه صفت الحنه اكتر في دينهم، نعرفهم حاجات كتيره في دينهم، هم اسئله دينيه يعني في المسابقه، ومن خلالها بيبحثوا ويعرفوا اكتر في دينهم شويه. بتعملوا مسابقه يعني في شهر رمضان، مسابقه دينيه؟ وغير برضو بنعمل برنامج كل ولا تقل، بعض الامثله الخاطئه والشائعه اللي اغلبنا بيقع فيها، كتير من الامثله احنا في القرى وفي الارياف وفي المدن، برضو في بعض المدن بتقول امثال خطا وتكاد تكون حرام شرعا، فبنحاول ان احنا نصححها. طيب كلمينا بقى عن استعداداتك للمسابقات الجايه، انت ما شاء الله طلعتي ثالث جمهوريه، اكيد يعني طموحك ان انت تشاركي في كتير من المسابقات، كلمينا بقى عن طموحك والمستقبل بتفكري فيه ازاي؟ والله انا نفسي جدا جدا ان انا اطلع مذيعه، وان شاء الله بواسطه مركز شباب صفت الحنه نحقق الحلم ده، وان شاء الله نحققه. المسابقات ليك طموح ان انت تشاركي في مسابقه معينه؟ كتير، انا نفسي برضو اشارك تاني في على مستوى الجمهوريه، وان شاء الله قصيده وطني. وطني وطني احبك لا بديل، اتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لا لن احيد ولن اميل، سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل فقير، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل، عمري سأعمل مخلصا يعطي ولن أصبح بخيل. وطني وطني يا مأوى الطفولة، علمتني الخلق الأصيل، قسما قسما بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل. فأنا السلاح المنفجر في وجه حاقد أو عميل، وأنا اللهيب المشتعل لكل ساقد أو دخيل. عهد علي يا وطن، نذر علي يا جليل، سأكون ناصح مؤتمن لكل من عاشق الرحيل، سأكون ناصح مؤتمن لكل من عاشق الرحيل.